القاسم بن سلام العالم الموسوعي. هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي، مولى للأزد من أبناء خراسان، الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون. ولد أبو عبيد في هرى بإقليم خراسان، وسافر إلى البصرة لطلب العلم، ثم قدم دمشق، وبعدها سكن بغداد، ثم قدم مصر. أبو عبيد من علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب الكوفيين، ورواة اللغة والغريب عن البصريين والكوفيين والعلماء بالقراءات. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبيد القاسم بن سلام مما يزداد عندنا كل يوم خيرا. وقال أبو العباس ثعلب: لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا. وقال ابن خلكان: اشتغل أبو عبيد بالحديث والأدب والفقه، وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع. ترك أبو عبيد وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات، من ذلك الغريب المصنف، ويعد أول معجم عربي كبير مرتب على الموضوعات. غريب الحديث، صار كتابه هذا إماماً لأهل الحديث، به يتذاكرون وإليه يتحاكمون. فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، ويقوم في معظمها على رواية الحديث النبوي. الأجناس من كلام العرب فيما اشتبه لفظه واختلف معناه. الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. وكتاب الأمثال. توفي أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بمكة، ودفن فيها سنة 24 و200 من الهجرة، وقد بلغ 67 سنة.